السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية. مجموعة من التدابير اللي جيت نشاركها معكم ان شاء الله مفيدة اكيد. وغنبداو اول حاجة بمجموعة من الاشياء او لوحة الاكسسوارات اللي ذكيين ومفيدين في المطبخ. وغادي نبداو اول حاجة بهاد اللعبة هذه اللي خديتها مؤخرا، صراحة زوينة ونافعة. فهادي لا يشك صلاح، هي كتمضي لينا السكاكين، اي حاجه تخطر على بالكم راه كتستعمل فيها. المهم هنايا فيها هاد الرجلات هادو ديال هاد البلايص هادو، وغنشرح لكم كل حاجه علاش كتصلح. غادي نجيب اول حاجه السكاكين. كما كتعرفوا السكاكين مع الاستعمال كيبداو كيحفوا، وكل مره كنرميهم نعاودو نشريو وحدين اخرين. فهاد الاله هادي او لهاد الاكسسوار، لانها ما كتخدمش بالضو، هاد الاكسسوار هذا غادي يطول لهم العمر ديالهم ونستعملهم اطول مده ممكنه. فغنديروا التجربه. هنايا خديت هاد حبه ديال الطماطم باش غندير لكم فيها التجربه. هنايا عندي هاد السكين هذا، وكما كتشوفوا غادي نحاول انني نقطع الحبه ديال الطماطم، وتيبان بانه يعني بحال الا حافي ما كيبغيش يقطع. نتوما يعني الا بغيتو تقطعوا شرائح اللي هي رقيقه ف يعني غادي يضغط لكم عليها وغادي يتخسر. غادي ندوزو باش نمضيوه. ناخذ السكين، وهنايا كناخذ العبار مثلا، كان عندنا غير السكين اللي هو رقيق ولا صغير كنزيرو هنايا هاد البلاصه هادي، ولا كنضيقوها كما كتشوفوا كيتفتحوا وكيصغاروا وصافي. كندوزوها هنايا، كنعاودو ندوزو في البلاصه الثانيه، وكنعاودو ندوزو في البلاصه الاخيره. وكما غتشوفوا معايا السكين كيصبح ماضي. الطريقه سهله في الاستعمال، فقط كدوزوا السكين في هاد البلاصه هادي. ممكن كذلك انكم تمضوا فيها حتى المقص. ها هي البلاصه ديالو كاين هنايا. وكيصبح يعني كيقطع مزيان. ممكن كذلك تمضوا حتى هاد هاد السكاكين هادو ديال المطحنه. طريقه ساهله، دوزو من هنايا. كما كتعرفوا فهم كيحفاو مع البصله والربيع، ممكن انكم ترجعوهم ماضيين فقط بهاد الطريقه هادي. وكيرجعوا كانهم يعني جداد. نتمنى انها نكون يعني فدتكم بهذا الاكسسوار. هذا راه متوفر في الاسواق، وانا خديته من علي اكسبريس، موقع علي اكسبريس، وجابوه لي حتى للدار. بالنسبه للثمن والله ما لقيت عقله صراحه. انا خديته خصيصا للعيد الكبير، كما كتعرفوا كنحتاجو المضايع ديال الماس وداك الشيء باش ولكن كنستغلو صراحه. الماس كيطولوا عندي مده طويله. وغندوزو اكسسوار الثاني. الاكسسوار الثاني اللي هو هاد البريكه اولا الولاعه اولا القداحه. هاد البريكات هادو صراحه زوينين، راه مده دابا باش خديتهم سبق لي وريتهم لكم، فقط من باب المشاركه. فهاد البريكات اللي مميز فيهم انهم تيخدموا يعني كيتشارجاو كيخدموا بالضو. خديت جوج
منهم. كي كما كتشوف ما فيهمش ديك داك اللهب هنايا، ولكن راه شي حاجه زوينه بزاف. كتعرفوا هنايا النسبه ديال الشارج ديالهم، وعندهم هاد الراس هذا فليكسيبل، يعني الا بغيتوا تشعلوا البوطه اللي بعيده ولا تشعلوا الفران فما كتحرقوش يديكم. زوينين بزاف صراحه. كيجي معهم هاد الكابل هذا ديال الشارجور، كيتشارجاو بالضو وكيبقاو عندكم يعني مده طويله كيديو ليا، وفاش كي سير اليوم لاشارج كنعاود نشارجيهم او كنستعملهم. زوينين ما كنبقاش نهائيا نشري البريكه العاديه، هادو كيديو ليا مده طويله. بالنسبه لاخر اكسسوار اللي بغيت نشارك معكم اللي هو هذا كما كتشوفوا. شنو هو هذا؟ هذا واحد الحامل ديال الهاتف. الا كنتو من الناس اللي كيتفرجوا بزاف، يعني فاش كتكونوا خصوصا السيدات اللي كيبغيو يتفرجوا هكايا في المطبخ ديالهم، فهاد الاكسسوار هذا زوين صراحه. كيقبض في سطح العمل بحال هكا، ممكن تحطوا عليه الهاتف ديالكم بهذه الطريقه اولا بهذه الطريقه وتفرجوا بكل اريحيه. زوين بزاف صراحه. انا هذا دائما عندي في المطبخ كنحطو وكنتفرج يعني في الفيديو. اوكي تزاد ليه الطول ديالو من هنايا كما كتشوفوا، يعني تحطوه هكا الا بغيتو تفرجوا في شي حاجه كتحطوه وكتفرجوا كيف ما عجبكم. بالنسبه لهاد الاكسسوارات ثلاثه بهم فرخديتهم من علي اكسبريس، ولكن راهم متوفرين في محلات اخرين بحال هذه. راه كاينه في مرجان، كاينه اختها في مرجان. كنتمنى انني نكون فدتكم بهاد الاكسسوارات هادو، وغندوزو مباشره للحيل اللي موجوده لكم في هذا الفيديو اللي مفيدين وزوينين بزاف. كما كتعرفوا في القراده الا قردنا عليها شي حاجه اللي كتطلق اللون بحال الربيع كيبقى هذاك اللون لاصق فيها، واخا كنغسلوها بالحلفه ما كيتحيدش. فما عليكم الا ديروا عليها واحد الكميه ديال الملحه، ومن بعد تجيبوا قطعه ديال الحامض حتى تكونوا يعني من بعد ما تكونوا استعملتوها، وفركوا بها هذيك الطبعه مزيان مزيان. حاولوا انكم يعني تحكوها مزيان في هذوك اللون اللي كيطلقوا الربيع او الطماطم مثلا، فكيبدا كيزول. غادي نفركها هكا شويه ونخليها على جنب حتى تبان ليا هذيك الطبعه يعني دابت وما بقاتش، ومن بعد غادي نشللها وتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيرجع. فهنايا غسلتها بالصابون وهذه هي هو الشكل ديالها، كتنظف ما كيبقاش فيها نهائيا هذاك الاثر وكترجع كانها جديده. بالنسبه للتوابل فإلا كنتو كتاخذوهم يعني بكميه كبيره، فإلا بقاو هكا في البلاكار غادي يفقدوا هذيك الريحه ويفقدوا المذاق ديالهم. ما عليكم الا توضعوهم في شي علبه مغلقه ووضعوهم في المجمد اولا غير في الثلاجه لتحت، راه كيبقاو مزيانين مده طويله. يعني انفو كتبغيوهم كتجدهم كانكم يلا طحنتوهم. بالنسبه للاواني الخشبيه اولا القرادات اولا اي حاجه عندكم ديال الخشب ضروري ليها من هاد التدبير هادي مره مره. دهنوها بشويه ديال الزيت باش هكا كتبقى فيها اللمعه زوينه وكتحافظوا عليها من التشققات. فاحسن حاجه صراحه هما الاواني الخشبيه، كيعطي واحد الجماليه في المطبخ، وحتى في التقديم ديالهم كيجي زوين، ولكن مع الوقت كيبداو يتشققوا لانهم كيتغسلوا بالماء. فمن الافضل انكم مره مره دهنوهم هكا بالزيت، راكم كتحافظوا عليهم من التشققات وكذلك تبقاو كيبقاو عندكم مده اللي هي طويله. فهاد القراده هادي راه سنوات وهي عندي، وما شاء الله مازال يعني شاده في راسها، يعني ما تهرست ما والو. كنتمنى نكون فدتكم كذلك بهاد التدبيره هادي. وغندوزو للتدبيره المواليه اللي كتخص الزيتون الاسود. فبزاف ديال الناس كيجيبوا الزيتون وكيحطوه في الثلاجه كيجيو يعني يستهلكوه كيلقاو انه غمل وخسر. فما عليكم الا منين تاخذوه مباشره جيبوه وديروه في شي علبه زجاجيه ضروري، ما تحتفظوش به في البلاستيك لانه كيولي فيه واحد الطعم مغاير وخيب بزاف هذاك المذاق صراحه. وقع ليا وعرفت يعني جربته فوليت كنستعمل ضروري الزجاج بالنسبه للزيتون. كديروا عليه واحد الملعقه هكايا ديال زيت الزيتون من الفوق، ومن بعد كتخلطوا حتى كيتلبسوا هذوك الحبات ديال الزيتون كاملين بالزيت. فبهذه الطريقه كتحافظوا عليه مده اطول بلا ما توضعوه في الثلاجه، خليوه غير فوق سطح العمل، راه كيبقى مزيان ما كيتكمش ما كيغمال. بالنسبه للثومه احسن طريقه اللي تعتمدوها هي انكم مباشره ملي تقداوها وتجيبوها خذوها حيدوها من البلاستيكه ضروري. وهنايا غنحتفظ بها بهذا الساشي هذا ديال الورق. ضروري انكم ديروها في شي حاجه مغلقه وفي نفس الوقت شي حاجه اللي تكون يعني كتدخل شويه ديال الهواء. فهنايا غندير فيه ثقوب
باش يعني نخلي ليها البلاصه منين تنفس، فما تزمتوهاش. ضروري ان الثومه ما تكونش مزموته، وفي نفس الوقت ما تكونش معرضه تماما للهواء، يعني ديروها في شي شبكه اللي هي مفتوحه، فكتبقى كتكمش وكت يعني كتخسر. فاحسن طريقه هي انها تكون في شي حاجه اللي تكون صحيه بحال هكا الورق، وفي نفس الوقت يكون تكون مهويه، راها كتبقى مزيانه وما كتخسرش. دابا وصلنا للحيله او للوصفه الرئيسيه في هذا الفيديو هذا، اللي غادي نحتاجوا ليها الخزامه، والافضل ان الخزامه تكون الجوده ديالها مزيانه. تاكدوا ان منين تبغيو تاخذوا الخزامه تاخذوا اللون اللي كيكون اللون ديالها يعني واضح، ماشي هذيك اللي كتكون باهته واللون ديالها بحال الا بغى يكون قهوي. وكنحتاجوا القهوه اللي كنطحنوها عند العطار. خديت هنايا هاد المقله هذه اللي قديمه واللي غير كنحط عليها الطاجين، ممكن تستعملوا الحديده ديال الطاجين. غادي ندير فيها واحد شويه ديال القهوه، وغادي نضيف ليها الخزامه، وغادي نشعل عليها البوط، وغادي نخليوها تبدا كتحرق وكتبدا تطلع لينا واحد الدخان. كما كتعرفوا دابا ملي كيسخن الحال وفصل الصيف كيبدا كيكثر عندنا الدبان خصوصا في الكوزينه، وصراحه كيديرونجي بزاف. فهاد الطريقه هذه راها مجربه وناجحه جدا، ما عليكم الا ديروها هكا غير في الكوزينه، ولا ديروها في مبخره الا عندكم، ودوروها على يعني في الدار كلها، راه ما كيبقاش نهائيا يدور الدبان، ما كيبقاش ولا دبانه كدور صراحه. الريحه ديالها راه زوينه، الريحه ديال القهوه مع الخزامه صراحه ماشي شي ريحه اللي خايبه، كيعطي واحد الريحه زوينه. ها هي دابا راه بدات كتحرق، صافي كنخليها تحرق مزيان، وكنخلي داك الدخان يبقى طالع هكايا في الكوزينه. كنتمنى ان الفكره تجربوها ان شاء الله، وتشاركوا معايا اراء ديالكم واش نجحت معكم هذه الطريقه، واش تخلصتوا من الدبان. بما اننا في فصل الصيف فكنستهلكوا بزاف الوجبات السريعه، وكنحتاجوا البطاطا مقليه، فغنشارك معكم الطريقه ديالي في البطاطا باش تجيكم مقرمشه اكثر. كتاخذوا البطاطا ديالكم بعد ما تقطعوها على شكل فريت، غسلوها 3-4 ديال المرات حتى كتحسوا بان هذاك الماء تنقى ما بقاش فيه نشا. من بعد كتدفوا ليها كميه من الخل وكتخليوها تنقع في واحد نصف ساعه. من بعد غادي نسلقها واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق، ما تفوتوهاش باش هكا ما تطيبش بزاف ويعني تعجن، غير 5 ديال الدقائق فقط. من بعد ما كتغلى غنضيف ليها هنا كميه من الملح، وغادي نخليها حتى تغلى على خطره، يعني نحس بانها دخلها شويه طياب. غنخليها من بعد. هنايا عندي هاد لينوغات هادو اللي سبق لي شاركت معكم الطريقه ديالهم في الفيديو، راه كاين في صندوق الوصف، غادي ندوز مباشره نقليهم في القلايه الهوائيه. كانوا عندي في المجمد، غادي ممكن انكم تقليوهم في الزيت الا بغيتو، المهم القلايه الهوائيه كتبقى شي حاجه اللي صحيه. راه كاين فيديو خاص عليها في القناه، جميع الاستعمالات والمعلومات متوفره في هذاك الفيديو. هنايا غادي نديرهم يتقلاو. صراحه هاد يعني التجهيزات المسبقه كيساعدوا بزاف. هاد لي نوغات هادو هما وجدوا كما كتشوفوا اللون الذهبي، وما قليناهمش، كيبقاو صحيين ولذادين في المذاق ديالهم. كنتمنى انكم تجربوهم. البطاطا من بعد ما تسلقات طفيت عليها، خليتها في الماء واحد جوج دقائق، من بعد صفيتها وغادي نخليها يعني تقطر من هذاك الماء، وغندوز مباشره غنديرها في القلايه الهوائيه. ممكن انكم تقليوها او لا ديروها في الفران اللي بغيتو. هادو الخبيزات اللي شاركت معكم في الفيديو ديال الامس، زوينين وكيجيو هشاشين بزاف بزاف، درت منهم كميه كبيره واحتفظت بهم في المجمد باش نحضر بهم هكايا لي برجر، اولا ممكن ديروا بهم اي نوع ديال الساندويتشات، اولا ديروا فيهم الفرماج، الجبن، الكونفيتور اللي بغيتو، يعني كيتستعملوا الحلو والملح اللي بغيتو. هنايا البطاطا درتها في القلايه الهوائيه، ضفت عليها واحد الكميه بسيطه ديال الزيت، وغادي نديرها باش تقلى. راه ما كتاخذش نهائيا الوقت، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق كتكون واجده. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على القلايه الهوائيه في الانستغرام على الاستهلاك ديالها، بالنسبه للضوفه يعني صراحه ما لاحظتش استهلاك اللي هو طالع، ديك الفاكتوره اللي كتجيني هي اللي باقا كتجيني لحد الان، يعني ما كاينش شي تغيير اللي هو كبير، مع انني كنستعملها يعني بشكل تقريبا يومي، الا ما طيبت فيها شي حاجه كنسخن فيها. المهم كنستعملها بزاف حين سريعه
وصحيه. هنايا درت هاد الخبيزات، دهنتهم شويه ديال الكيتشوب طبعا المنزلي. نشارك معكم ان شاء الله الوصفه ديالو قريبا. درت شويه ديال الخس، طماطم، هنايا هاد لي نوغات هادو، فرماج ديال ساندويتش. هاد لي نوغات صراحه كيجيو زوينين في البرجر، كيجيو لذيذين جدا كما قالوا ولدي. هنايا غادي نديرهم في البانينوز، واحسن حاجه هي انكم دائما غلفوها بورق الفرن باش هكا تبقى لكم نقيه، وما تضطروش انكم كل مره تبقاو تنظفوها، ديروا ليها ورق الفرن ومنين تساليو زولوه باش هكا تبقى لكم نقيه. هنايا من بعد ما بريسيت البرجر ديالي مزيان مزيان حتى ذب هذاك الفرماج، كيكون هكايا اقتراح اللي هو بسيط وسهل. وإلا كانوا عندكم بعض التحضيرات المسبقه فكتوجدوه في اقل وقت، وهي اله البانيني كما كتشوفوا ما توسخاتش، فقط غادي ندير لها واحد المسحه خفيفه وغادي نرجعها لبلاصتها. البطاطا غادي تكون دابا يعني تقلات صافي، ها هو الشكل ديالها. ممكن انكم تقرمشوها اكثر من هكا، سمعوا التقرميشه، راه كتجي لذيذه بزاف بزاف بهالطريقه. يعني ضروري انكم ديروا ليها نص سلقه باش ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى كالعاده ان الفيديو يكون نال اعجابكم، تكونوا استفدتوا منه، وخليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو، ودعموني بلايكاتكم باش هكا نزيد نتحمس باش نصور لكم فيديوهات اخرى وافكار اخرى. خليتكم على خير، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.